الكرة بترسل بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، وركلة مرمى لمصلحة نصراوية طبيعية. في الجهة اليمنى الارتداد أيضا طبيعي يكون لضمك. عندنا تحرك الآن وانطلاق العمار، سلطان بيحول، الله الله كملت، لم تكتمل، أنقذها الدفاع وذهبت إلى الارتداد لمصلحة ضمك مع صيحات جماهيرية نصراوية في هذه اللحظة، مطالبين بريس باحتساب بنفسه لمشاهدة الحالة. خالد الطريس، الأنظار تتجه إلى كريستيانو رونالدو إن كان سيترك ضغطا على الحكم أم لا، كما أثار الإعلام ذلك القرار. ركلة جزاء، نعم ركلة جزاء، وبطاقة صفراء لفاروق شافعي، بنالتي للنصي ضمك، يتقدم كريستيانو رونالدو، الله نصر الدون يضرب، نعم نصر الدون يضرب ويعلن التقدم المبكر، الله فخامة الاسم والرقم واللون والخطوة، فخامة الدون، فخامة كريستيانو رونالدو، فخامة النصر، فخامة فارس نيل، تضرب للماضي. يوم أن يتقدم الآن الغناب إلى كريستيانو، أوبا اليسرى تصل الى هلال عربي السوداني بقوة، الله الله الله، اجمل هدف لم يسجل في هذا المور، والنصر عايش في الصندوق، عايش في الجو الدون، الله على التسديدة لكن مرت وذهبت الى الخارج. تعال على جاي يلعب، يستمتع، يعيش الاجواء، اعطى الحياة في النصر. الآن كرة إلى كريستيانو رونالدو، التقدم وغريب طالت، كانت طويلة أكثر من اللازم مع حالة تسلل كانت على كريستيانو رونالدو ورايا طيب. كريستيانو رونالدو ينتظر لأن وجهه ويتحرك ويقع على أرضية الملعب ويطالب عبد القادر بدران بالوقوف، لا شيء في الكرة، ذهبت إلى ركلة الزاوية، لكن الله على الانطلاقة، هو هو يا جماعة، هو 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 بيتحرك ويصل، وإنقاذ ناجح من مصطفى زمر، عادت الكرة من جديد تصل إلى خارج أرضية الملعب، كانت كرة خطيرة من لويس جوستافو، أرسلت تحرك البحث عن الله الله الله، الله يا غريب غريب مو غريب، على لمساته ومهاراته حول على طول إلى أيمن، أيمن فضل يحيى لمن يحيي في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، ويكون عشاق العالم كرة لضمك من جديد
فيها خطأ لعلوش. عبد الإله الشمري أراد من خلالها أنتوليتش، الكرة بترسل، كانت خطيرة فعلا، والعربي السوداني كان أقرب لكنه كان في المصيدة أيضا. شوف هذه الكرة، التقدم حاضر، كريستيانو السوبر، السوبر بيحضر كرة بسرعة إلى جوستافو، البحث عن كريستيانو، تتسدد الكرة، اصطدت، عادت الكرة من جديد لمصلحة نادي ضمك. الارتداد، الارتداد، خوسيه أنطونيو إلى حمزي، حنروح على الرابع، نروح على الرابع، نروح على السوبر، نروح نروح، الكرة طالت. أوه بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة، قام بالسلامة، قام بالسلامة، تعامل مع الموقف كما يجب. يضرب مرة أخرى، الكرة لغريب، وصلت لكريستيانو، يضرب، بيسدد مع الدون، ماشى، يضرب، ينتظر، يسدد مرة بالجوار، ركلة مرمى لمصلحة نادي ضمك. كانت هذه المباراة بالنسبة لكل الفرق، ما طالت، ما طالت، ماشى يهيئ نفسه لعرضية يرسلها فعلا كريستيانو بقبضة اليد، ينجح من خلال ذلك مصطفى في دورينا. كرة بتصل الآن، كريستيانو، الله، الراية رفعت، السوبر هاتريك، هل اكتمل أم لم يكتمل؟ الراية رفعت. نعم تسلم كريستيانو رونالدو، هو أقرب للمرمى من آخر ثاني مدافع. أعتقد أن الهدف سيلغى لوجود التسلل، وربما انتظار لوجود الخط، لكن لا أعتقد أن الحالة. كرة بترسل، خوسيه أنطونيو مرت أمام الجميع، ووصلت الكرة إلى الخارج مع وقوع في أرضية الملعب لعبد القادر بدران. هذه الكرة كان في مصيدة تسلل عبد القادر بدران قبل الاصطدام بالعقيدي، وبالتالي الكرة مرت بسلام وأمان على في هذا المساء. من جديد سوبر هاتريك، هل يكون؟ الكرة تذهب إلى ركلة زاوية، من لا شيء يصنع كل شيء كريستيانو رونالدو، كرة كانت ميتة، كرة على طول لتصل، محاولة تسديدة مرت بالجوار من العربي السوداني، محاولة ومع ذلك في مصيدة التسلل. ضمك عايش في مصيدة في الجانب الأيمن، تسديدة، الكرة بتمر إلى الخارج. ربما حالتين فقط كانت على النصر وعلى كريستيانو، أما عايش ضمك في مصيدة، لكنه يبادر الآن. الكرة مقطوعة من لاجامي، وصلت لصلاحم وعلى أرضية الملعب لغريب، بالسلامة إن شاء الله. المدرجات، الاحتفالات، والآن كريستيانو، هيا بنا إلى السوبر، هيا بنا إلى السوبر هاتريك، لكن لا شيء، نجح مصطفى، ربما السوبر كريستيانو. تضرب وتنزل وتعود وتمر، الله على الرأسية، كان يعتقد الجميع أنه سيسدد، فأرسلها عالية، ضربت في ماشى، ضربها براسه، الكرة اللي تضرب.